دشنت المجموعة الوطنية للاستثمارات الأوقاف سلسلة منتجات الأوقاف للحماية من فيروس كورونا، وتشمل المنتجات درع الوجه الواقي الثابت والمتحرك وبوابات التعقيم وكمامات الوجه بالمواصفات الطبية والصحية المعتمدة. ابتدينا فعلا ان احنا نصنع كمامات زي ما حضرتك شايف كده. الكمامات دي مكونه من 3 طبقات. انا ممكن استعرض من الكمامه اللي انا لابسها فعلا. لا اول كمامه عباره عن طبقه القطن 100% من هنا ومن الخارج، وفي في النص طبقه فلتر. يمكن الطبقه ديت انا طبعا فاتح الكمامه عشان ابين، لكن هي طبعا لما بتبقى مغلقه تماما، بس انا عشان ابين بيبقى فيه 3 طبقات، طبقتين قطن وطبقه فلتر في النص. والكمامة دي معمولة مخصوص للحماية يعني إن شاء الله من فيروس كورونا. وإحنا إن شاء الله الكمامة من يوم الأحد إحنا هنبتدي نبعت عينات لوزارة الصحة لمعاينتها واعتمادها، وإن شاء الله بمجرد الانتهاء هنبتدي نطرحها إن شاء الله في الأسواق.